مرحبا بكم. اليوم سنشرح محادثة تليفونية وفيها بعض العبارات التي تستخدم في اللغة الإنجليزية اليومية. A telephone call. John. Hi Alice, it's John. How are you? Alice. Oh, hi John. I was just thinking about you. John. That's nice. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. Alice. Sure, I'd love to. What's playing? John, I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? Sounds great. John, okay, I'll pick you up around 7:30. The movie starts at 8 o'clock. See you then. Bye. Okay, سنشرح المحادثة الآن. John يقول Hi Alice, مرحبا يا Alice. It's John, أنا John. How are you? كيف حالك? How are you? Alice, oh, hi John. I was just thinking about you. مرحبا يا John. لقد كنت أفكر فيك الآن. I was just, يعني الآن كنت أفكر فيك. John, that's nice. ذلك حسن أو ذلك طيب. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. يعني هذه العبارة تستخدم لكي تقول لشخص بأن لكي تطلب من شخص ما شيئا ما بطريقة لبقة، كأنك لا تلح عليه لكن تطلب بطريقة لبقة ليس فيها إلحاح. I was wondering if you'd like to. كنت أتساءل إذا ما كنت ترغبين في الذهاب لفيلم الليلة. Go to a movie tonight، يعني الذهاب إلى السينما. حاول أن تستخدم هذه العبارة في جملة لكي تطلب من شخص شيئا ما، واكتبها في التعليقات لكي تتدرب عليها. I was wondering if you'd like to. أليس ترد عليه Sure, طبعا. I'd love to، يعني أرغب في ذلك. I'd love to. What's playing يعني ما الذي يعرضونه على الشاشة أو في السينما. John, I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? هنا يقول جون كنت أفكر في تلك الكوميديا الجديدة التي تسمى Lights Out. ما الذي تعتقدين؟ What do you think? يعني هل تعجبينك؟ هل تريدين مشاهدتها؟ أما هذه العبارة I was thinking about فتستخدم لكي فاستخدمه هنا جون لكي يبين بأن لدى أليس الاختيار، يمكنها أن تشاهد هذه الكوميديا أو أن تختار كوميديا أخرى، فهو لا يريد أن يفرض عليها رأيه. I was thinking about، كنت أفكر في حرفيا، لكن المقصود هو أنه يعطيها الاختيار. Alice sounds great، ذلك يبدو رائعا. Sounds يعني هي تتفق معه. Sounds great، يمكن أن تستخدم هذه عندما يقترح عليك شخص ما اقتراحا وأنت أو أنت توافقين على هذه توافقون على هذا الاختيار، ويمكن أن تقولوا sounds great. أليس يقول see you then bye، أراك حينئذ bye، إلى اللقاء. عفوا أليس هي التي تحدثت تقول أراك لاحقا bye، إلى اللقاء.